بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضل عندنا. النهارده ان شاء الله هنعمل ستيك بصوص الاناناس ومعاه حليب جوز هند، وهنعمل كمان رز بالفستق. والحاجه الحلوه بتاعتنا النهارده عباره عن جلاش بالجبنه الكريمي مع المربى. تعالوا مع بعض نشوف الوصفات بتاعت النهارده بس بعد الفاصل. اهلا بيكم، رجعنا بعد الفاصل. تعالوا بقى مع بعض نشوف وصفه الستيك هتبقى عباره عن ايه. عباره عن لحم متقطع بالطريقه دي، وتوم مفروم، بصل متقطع كاريه صغنن، عصير اناناس، لبن جوز هند مع زبده وزيت. اول حاجه هحطها هي معلقه الزيت وبعدين هبتدي احط الستيك هوطي بس عشان اعرف ارش عليه رشة فلفل اسود. وتعالوا نشوف وصفة الرز عقبال ما الستيك يعني ياخد لون ويتشوح. هنعمل ايه؟ هنعمل رز بالفستق. الوصفة دي حلوة قوي ولذيذة جدا، وبتبقى شيك لما بيبقى عندنا عزومه. هنجيب رز ابيض عادي مصري، وبصل مكعبات، ثوم مفروم، فستق، مرقه. الفستق ممكن يكون كده، وممكن ان احنا يعني نقطعه شويه صغننين نفرمه كده، يعني اللي انتوا حابينه. انا بحبه حب كده زي ما هو. ابتدي بقى ابص كده، افردها بس، وابتدي بقى اعلي النار تاني كده وارش معاها بودرة ثوم وبودرة بصل. بس هبتدي بقى احط لها الثوم المفروم مع البصل وهقفل عليها لحد ما البصل يدبل خالص. بس هنا بقى الناحية التانية، هنا هجيب كده حلة الرز وابتدي احط الزبدة وهستناها لحد ما تسيح خالص، بعد كده هبتدي احط الفستق. ايه رأيكم بقى نطلع فاصل تكون اللحمة استوت شوية والزبدة كمان ساحت، ونرجع نكمل الرز ونعمل كمان وصفة الجلاش. خلي
رجعنا بعد الفاصل دلوقتي، تعالوا مع بعض بقى نكمل وصفة الرز. الرز هنحط الفستق أول حاجة، هنحطه كده وهشوحه شوية. وهو بقى بيتشوح هحط له كزبرة ناشفة وفلفل اسود وهقلب كده. بس هسيبه كده يعني، ممكن احط معاه توم مفروم بس انا عايزاه يعني يدي لون اكتر من كده شوية. لو حطيت البصل، البصل هيطفي لونه لان البصل بينزل مية، فخلينا بس ياخد نكهته مع التوم. واول ما يحمر كده شوية او لونه نحسه ان هو اتغير سنة، نبتدي نحط البصل. اهو كده نفتح كده على اللحمه نشوف اخبارها ايه. طيب هبتدي بقى دلوقتي احط لها عصير الاناناس عشان يستوي معاها فياخد الطعم. كوبايه كده بس لغايه ما الميه دي او العصير ده يعني يتبخر شويه منه. كده الفستق خلاص كده، ابتدي بقى احط البصل. وهقلب. شايفين اصلا شكله لذيذ جدا، وعايزه اقول لكم وطعمه هيبقى حلو قوي. وكمان ممكن تضيفوا معاه روح الفستق، ده بيبقى موجود عند اي سوبر ماركت كبير او عند اي عطار كبير، بيتحط برضو منه نقطتين كده بيدي طعم جميل جدا. احط بقى الرز اشوحه كده تشويحتين. لو حسيت انه محتاج زبده او زيت ابتدي اضيف، يعني لو قلبته كويس قوي وحسيت انه لسه محتاج هحط مكعب زبده. نقلب كده، ابتدي بقى احط له المرقه. طبعا معيار المرقه على قد بالظبط معيار الرز، يعني دي كوبايتين رز وده كوبايتين من المرقه. هدوق بقى عشان المرقه اصلا بتبقى حادقه شويه، فلازم ادوق عشان اشوف محتاج ان انا احط له ملح. يعني هو محتاج حاجه بسيطه قوي من الملح، نص معلقه كده. بس هقلب واسيبه بقى ايه يستوي براحته. هبتدي بقى دلوقتي اعمل الكب كيك او الجلاش اللي انا عاملاه على شكل الكب كيك بالحلو. المكونات بقى عباره عن ايه؟ مربى فراوله
جبنه كريمي، الجبنه اللي احنا ممكن نستخدمها للتشيز كيك او لاي حاجه ممكن نعملها ميكس مع الحلويات. دي مكسرات مشكله او ممكن نحط اي نوع مكسرات احنا بنحبه. ده عباره عن جلاش عملناه قبل كده في الكب كيك بالمنظر ده كده، بنحطه هوريكم بنعمله ازاي بعد كده ابتدي اشتغل فيه. بقطع كده بالسكينه بالطول كده، وبعدين بحط زيت نقطه واعمله كده في كل الاتجاهات. انا بس عشان حطيت هنا حبه زياده عشان ما اقعدش يعني احط كل شويه. تمام، وابتدي بقى هنا انا مش هحط زبده لان انا عايزاه ناشف، لان الحاجه اللي هنحطها اصلا تعتبر طريه قوي زي الجبنه الكريمي مع المربى اهو كده شايفين. هعمل واحده كمان ولازم زيت نحطه في كل طبقه عشان يبقى مورق كده، ما يبقاش ما يلزقش في بعضه. واحطه بالمنظر ده كده شايفين. هحط طبقة كمان، ثلاث طبقات في كل واحدة. وبندخله الفرن لحد ما يحمر ويبقى باللون ده، باللون اللي انتوا شايفينه الذهبي ده. خلاص نبتدي بقى نشتغل في حاجتنا. طبعا ده بيبقى لطيف لما بيتبقى لنا ساعات كده، لما بنعمل صينيه جلاش بيتبقى كده حبه ورقتين ثلاثه او اربعه، احنا ممكن نعمل بيه بقى ده كده يعني، نقعد نجمعهم كده الورقتين ثلاثه نعمل بيه الحاجات دي. هبتدي بقى هجيب ده كده واحط الجبنه الكريمي، ومش هحط كتير من المربى لان انا عايزه برضو ازوق بيها، فيعني يا دوبك كده تدي لون بس بينك. ابتدي احطها كده كده، هبتدي بقى احط كده المكسرات، مش عايزه برضو اغطي اللي انا عاملاه ده. احط كده انا حطيت واحده فيها مربى وواحده لا، وكده يبقى خلصت الحاجه الحلوه بتاعت النهارده. نبص كده بقى على اللحمه
انا جايبه لبن جوز هند بس انا مش عايزاه يبان، فانا هعمل ايه؟ انا عايزه بس النكهه بتاعته، فانا يعني هرش كده رشه. وبعدين اقلبهم كده كويس قوي، يعني شايفين الصوص بقى لونه ايه؟ بقى لونه بني كده شبه صوص البيكاتا شويه. هحط بس شويه ميه صغننين قوي عشان بس يعمل لي كده صوص شويه، وبعد كده خلاص هي اصلا اللحمه خلاص تقريبا استوت. عقبال ما الرز يستوي هتكون اللحمه كمان جاهزه. خلاص افتح كده بقى الرز، لسه كده فاضل له دقيقتين عشان يخلص. نغرف بقى الستيك. عايزه اقول لكم ريحته جميله جدا وهيعجبكم قوي، واحلى حاجه ان هو مش باين المكونات اللي فيه، لان ناس كتير يعني ما بتحبش تجرب الحاجات الغريبه. لما نقول صوص اناناس وحليب جوز هند هو مش باين ان احنا حاطين كل الحاجات دي، يعني هو باين انها عاديه. لا ستيك متحمر بالبصل والثوم ومنزل الصوص بتاعه. بس في الاخر هتلاقوا كده طعم ظريف جدا. كده وابتدي احط الصوص كمان. شايفين؟ كده خلصنا الصنف التاني معانا النهارده، الستيك بصوص او بعصير الاناناس مع حليب جوز الهند. نبتدي بقى نبص على الرز. خلاص كده نبتدي نغرفه. المرقه هي اللي بتخليه يبقى طري قوي كده، يبقى شبه الروزاتو شويه. يبقى النهارده عملنا ايه؟ النهارده عملنا الجلاش بطريقه الكابس دي، الكوبايات اللي احنا حاشينها بالكريم تشيز مع المربى والنط، وعملنا كمان الستيك المحمر اللي بالبصل والثوم، وحطينا فيه صوص اناناس مع صوص حليب جوز هند، واخر حاجه عملناها الرز بالفستق. يا رب النهارده تكون الوصفات عجبتكم، واشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده. باي باي.